السلام عليكم. سلسلة هجمات إرهابية تستهدف مقراً ونقاطاً أمنية في المكلا شرقي البلاد. الأربعة الانفجارات التي هزت مدينة المكلا استهدفت كل من مقر الاستخبارات بمنطقة فوة ونقطة الرابعة لقوات النخبة الحضرمية في منطقة بالقرب من الجسر الصيني والآخر بالقرب من ميناء المكلا. وبحسب الإحصائية الأولية فإن أكثر من 30 قتيلاً والعديد من الجرحى قد قتلوا في سلسلة التفجيرات الإرهابية. وكالة أعماق أفادت أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن العمليات الإرهابية التي استهدفت نقاطاً ومقاراً للأمن والجيش وذهب ضحيتها جنوداً أبرياء. إذن مشاهدينا الكرام، في الجزء الأول من المساء اليمني سنقوم بتغطية خبرية حول هذا الموضوع، وأما في الموضوع الثاني سنتناول التعيينات الأخيرة التي قامت بها ميليشيا الحوثي فيما يخص مؤسسات الدولة، التجريف السلالي لمؤسسات الدولة. وسيكون معنا بداية عبر سكايب الأستاذ فيصل علي من ماليزيا. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الورد، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ فيصل، بداية يعني لو تحدثنا عن أبرز المواضيع التي حدثت اليوم وهي التفجيرات الأخيرة التي تبناها داعش والتي استهدفت مقرا ونقاطا أمنية في المكلا، كيف تعلق على هذا الأمر؟ بماذا نعلق سوى بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذين لأهلنا في حضرموت ولشعبنا اليمني بهذا الكارثة بتنظيم الدولة. ما يجري في حضرموت يدمي قلوبنا جميعا، نحن أهل اليمن. هذه العمليات لا تحضرموت وحدها ولا تمس المسار الأمنية لوحدها، هي كل الوطن وكل الشعب اليمني. وما دام أن الكل متكاتفون ضد داعش ويحاربون الإرهاب، ستتجاوز الشعب اليمني، ستتجاوز حقنا وقواتنا في حضرموت هذه المصيبة بإذن الله. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ فيصل. سيكون معنا المراسل قناة بلقيس محمد اليزيدي من المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. محمد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. بداية طبعا نعزي أسر جميع الضحايا ونعزي أنفسنا أيضا في من ذهبوا ضحية هذا التفجير الإرهابي، وحدثنا محمد عن آخر المستجدات المتعلقة بهذه التفجيرات سواء عن الضحايا أو الأضرار التي لحقت بالناس. نعم، كانت اليوم هي هجمات متزامنة وغير متوقعة، وفي وقت حساس جدا، كان وقت الإفطار، خمسة انتحاريين نفذوا عمليات انتحارية في مواقع أمنية ونقاط في وسط مدينة المكلا مستهدفة الجنود أثناء وقت إفطارهم. حتى الآن كنا قبل قليل على تواصل مع مدير عام هيئة مستشفى ابن سينا، قال أن لدي وصلت إلى المستشفى حتى الآن 30 جثة وهنالك عشرات من المصابين والجرحى، وأن لا زالت الإصابات تتوافد إلى المستشفى قادمة من المستشفيات الأخرى في المدينة. قبل قليل كان مدير عام مديرية المكلا الأستاذ سالم بن الشيخ أبو بكر في زيارة لمبنى الاستخبارات بعد أن تعرض لعملية انتحارية وهجوم بعض المسلحين، إلا أنه أثناء تفقده للمبنى والاطمئنان على من تبقى من الجنود بداخل تعرض أيضا هو لإطلاق النار، وتبين أن المسلحين لا يزالون متواجدين في محيط المبنى. المثير في الامر ان شهادة جنود ناجين من العمليه اكدوا ان المسلحين كانوا يعتلون اسطح المباني المجاوره لمبنى الاستخبارات العسكريه، وكانوا يطلقون منه النيران سواء عبر اسلحه الاير بي جي او القذائف والكلاشينكوف. المبنى طبعا يقع في وسط حي سكني، وكانت هناك كثير من المطالبات. محمد، يعني بدايه حتى نفهم منك، يعني هناك جنود ما زالوا يعني الذين شهدوا على الحادثة قالوا بأن هؤلاء الانتحاريين كانوا بداية على أسطح يعني مباني يطلقون النار، يعني هل حدثت إطلاق النار قبل العملية الانتحارية؟ لا، حصل إطلاق النار بعد العملية الانتحارية. هنالك سيارة مفخخة اقتحمت المبنى وفجر الانتحاري نفسه، تلاها إطلاق كثيف للنيران من أسطح المباني المجاورة وفقا لشهادة بعض الجنود الناجين من الهجوم. في مواقع أخرى كان هنالك انتحاري دخل وسط الجنود
وقد أخبرنا الآن أحد ضباط الاستخبارات قبل قليل أن أحد الجنود الانتحاريين قدم إلى الجنود أثناء تناولهم وجبة الإفطار، فطلب منهم أن يشاركهم الإفطار فرحبوا به، فتفاجأوا ما أن جلس بينهم حتى قام بتفجير نفسه. في أيضا في منطقة هنالك كانت عربة لتوزيع الإفطار في الطرقات، قدمت إلى جانب الجنود بذريعة توزيع الإفطار على الجنود، فحينما تم اقترب الجنود منها قام الانتحاري بتفجير نفسه وبالعربة فيها. نعم، طيب يعني محمد بطبيعة الحال يعني نحن نعرف أن داعش يعني كما قيل أنها هي تبنت هذه العملية بعد خروج تنظيم القاعدة في شهر إبريل تقريبا بعد سيطرتها على المكلا مدة عام وأكثر، هل يعني هذه العملية ردت فعل ألم يكن في الحسبان لهذه الأماكن العسكرية أن تكون يعني على دراية بأنها هي هدف طبيعي ومتوقع لعناصر القاعدة كردة فعل لما حدث؟ يعني ألا يوجد تساهل نوعا ما بمرور الناس والتعامل معهم بهذا؟ لا يمكن أن نقول أن هنالك تساهل من قبل السلطات الأمنية والجيش في حضرموت، هنالك تشديد أمني كثيف تشهده المكلا منذ سيطرتها، هنالك انتشار غير عادي للأمن والجيش في المدينة، الجيش يوميا وحسب إعلان المحافظ وحسب قيادات أمنية يوميا ينفذون مداهمات ينفذون عمليات قتالية مع عناصر سواء كانت من القاعدة أو داعش. المحافظ أوضح اليوم في تصريح أن هذه العمليات جاءت بعد يوم واحد فقط من إحباط مخطط لتفجير شوارع في مدينة الشحر الساحلية شرقية المكلا. أوضح أيضا أنه قبل يومين تم اعتقال ثلاثة انتحاريين كانوا ينوون تفجير أنفسهم في وسط المدينة. أيضا أشار إلى وجود الكثير من العمليات المداهمات والاعتقالات وإحباط مخازن لتفجير المكلا وزرعة وسط أحياء سكنية المكلا. ما حدث اليوم قد يمثل خرقا للمنظومة الأمنية، لكنه لا يمكن القول أن هنالك تساهل من قبل السلطات. نعم. نتيجة لما تقوم به من عمليات أمنية. إذن فيما يتعلق محمد فيما يتعلق بإسناد التحالف والحكومة الشرعية لتحديات ما بعد تحرير المكلا، كيف تجد هذا الإسناد؟ السلطات المحلية ومحافظة حضرموت ألمح وفي أكثر من لقاء إلى أن الحكومة إلى الدور الكبير الذي تقدمه قوات التحالف، وما لكنه أيضا هنالك تقصير يبدو أنه من السلطات من الحكومة الشرعية وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. السلطات هنا المحافظ في قبل يومين صرح أنهم دخلوا إلى المكلا وحتى اليوم لم يقدم لهم ريال واحد لإدارة المحافظة. طبعا أنت حينما تتحدث عن عمليات أمنية وعسكرية تحتاج إلى تمويلات مالية، الحكومة الشرعية لم تقدم للسلطات في حضرموت أي شيء يساعدها في القيام في هذا، إنما تقوم به سواء كان من دعم من التحالف واعتمادها الأكثر على إيرادات المحافظة التي لا تزال منحصرة حتى الآن في نشاط ميناء المكلا. إذن شكرا جزيلا لك محمد اليزيدي مراسل قناة بلقيس، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. عودة إليك أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، كيف تفسر ما حدث؟ مراسلنا يقول أن هناك تجديد أمني كبير، إحباط لأكثر من عملية إرهابية ربما آخرها أمس، يعني تفتيشات دائمة ومداهمات مرة تلو الأخرى، إذن كيف تفسر ما حدث في ظل كل هذا التجديد؟ ظلت المحافظة الأكبر في الجمهورية اليمنية وهي محافظة حضرموت من حيث المساحة بعيدة عن الأحداث بشكل أو بآخر من 2011، ربما لبعد المسافة ربما لوجود تغاير ثقافي ما بين المجتمع الحضرمي وبقية المكونات أو المجتمعات المكونة للشعب اليمني. هذه المسافة الفاصلة ربما نأت بحضرموت عن المشاكل كثيرا، ما جرى من عاصفة في 2015 أيضا أبعد حضرموت إلى حد ما، إلا أن تنظيم القاعدة استطاع الاستيلاء على هذه المحافظة، لكن تنظيم القاعدة الذي استولى على تلك المحافظة لم تشهد المحافظة في ظل حكم هذا التنظيم الإرهابي أي عمليات إرهابية أو أي تفجيرات أو أي مناوشات، ولم يتم التنكيل بالمواطنين كما جرى بعد تحرير المحافظة من تنظيم القاعدة. هناك عمليات تمت وقتل مواطنون إلى السجون وقتل مواطنون وقتل من أفراد المقاومة. نعم.
كل هذا كان مقدمات لما سيجري او ما جرى اليوم او ما سيجري غدا من احداث. هناك من يهيج جهه على جهه، هناك من يريد ان يزرع فتنه كبيره داخل هذا المجتمع المحافظ، المجتمع البعيد عن المشاكل، البعيد عن العنف، هناك من يريد ان يزرع الفتنه بقوه وبشده في داخل المجتمع الحضرمي. المجتمع الحضرمي حتى اتذكر سنه 1994 عندما حدثت الحرب الاهليه في اليمن، كانت حضرموت مسالمه، حضرموت لا تريد الحرب، حضرموت المجتمع الحضرمي غير قابل لنشوء يوم نعيش في وضع مقلق، قتل اليوم، جرح اليوم. نعم، وهذا ما نلاحظه أستاذ فيصل، حتى على مستوى يعني كيفية هذه العمليات، كما سرد لنا محمد اليزيدي يعني أن يدعو نفسه للإفطار مع الجنود، وأن تدعي عربة أنها توزع الإفطار للجنود، هناك يعني استغلال لبساطة الإنسان اليمني. إذن أستاذ فيصل، أنت أستاذ المشاهدين ابقوا معنا، نعود إليكم بعد الفاصل لموضوع حلقتنا الآخر وهو التجريف السلالي لمؤسسات الدولة.